السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. الأهلي عنده ماتش إن شاء الله يوم 11 مع طلائع الجيش. الماتش ده ماتش ودي استعدادا لكأس السوبر، ومية في المية الماتش ده مش هيتزاع، عشان ده هيبقى فيه الخطة اللي مارس الكورة اللي هيلاعب بيها اتحاد العاصمة الجزائري. بعد إذنكم يا جماعة لايك عشان الفيديو ينتشر. وخلاص الأهلي اللي عرفناه، برضو مش اكيد، الاهلي بتاع المفاجآت، اللي عرفناه ان الاهلي خلاص بيعمل الرتوش الاخيرة في صفقة محمد كونيكي. ولسه اول ما يجيلنا اي اخبار جديدة عن المهاجم هنطلع نقولها لحضراتكم. مرتضى منصور هرب من القضية، صايع قانون، راجل مدقدق في القانون. مرتضى منصور كان عنده قضية النهاردة، قضيتين النهاردة، ومبارح قلنا مرتضى منصور هيحضر ولا لا، لازم يحضر بنفسه، لازم يخش القفص. فاحنا اللي قلناه امبارح في الفيديو بتاع امبارح ان مرتضى منصور هيجيب شهادة صحية ان هو ما يقدرش يجي المحكمة، وتوقعاتنا 100% حصلت. مرتضى منصور النهاردة المحامي قدم ان عنده متحور كورونا، ربنا يشفيه ويعافيه هو وبنته. متحور الكورونا بيجيش لاحمد وامير، ده عشان عنده وغم الطعامين، عنده متحور كورونا هو وبنته، شفاها الله وعافاه، وهرب من الحضور للمحكمة. المحكمة أجلت القضية كمان شهرين، تقريبا 9/11 يكون طبعا الانتخابات خلصت، ولو نازل الانتخابات يكون نجح وتكون الدنيا اتظبطت والدنيا تمام. يعني ادي يا جماعة الحوار كله والقضايا ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي. هو مدقدق في القانون، هي دي شغلته، واحنا عارفين انه هيخلع بالطريقه دي. ناس كبيره قوي في الدوله عماله تضغط على الاستاذه لمياء خيري عشان تتنازل، والضغوط مستمره مستمره مستمره. طب انتوا عرفتوا منين ان الضغوط مستمره؟ عرفنا ان الضغوط مستمرة عليها عشان في ضغوط على الكابتن محمود الخطيب. بس الكابتن محمود الخطيب جاب من الاخر، قال لك انا هاخد حقي بالقانون. مش هو كان بيلعبنا بالقانون ورافع قواضي على الدنيا كلها، احنا هناخد حقنا بالقانون. ده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب. الاستاذة لمياء خيري عليها ضغوط كتيرة جدا جدا جدا، لانها ليها قضية بست شهور واجب النفاذ، حكم واخدة على مرتضى منصور. فدي القضية دي لو هي اتنازلت فيها هتتنازل فيها وعن القضية التانية، هي في قضية تانية لها شغالة، والدنيا هتتسهل على مرتضى منصور. لسه القضية دي بقى في شهر 11، مش عارفين ايه اللي هيحصل فيها وايه اللي هيحكم فيها، لان موضوع القواضي ده حباله طويلة وشغل محاميين بقى وحاجات تطلع، وكورونا زي ما انتم شايفين كده، والمرة الجاية شلل رعاشي، والمرة اللي بعديها مش عارف ايه، حاجات كتير. يعني الموضوع ما بيخلص من مرة ولا اتنين كده، لسه الموضوع طويل. ده كان كلامنا عن الاستاذ مرتضى منصور. الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، فاحنا بنقول الكابتن محمود الخطيب مين كان من جيله في نادي الزمالك؟ الكابتن حسن شحاتة. ليه الكابتن حسن شحاتة مش رئيس نادي الزمالك؟ ليه رموز نادي الزمالك مهمشين؟ ليه رموز نادي الزمالك مش في نادي الزمالك؟ حتى مش اعضاء، مش عضو عامل في نادي الزمالك، لا الكابتن حسن شحاتة ولا الكابتن حلمي طولان. الناس اللي هي الاسماء الرنانة دي في نادي الزمالك، الناس التاريخ دي،
ازاي مش اعضاء في نادي الزمالك عشان الشطبة عضويتهم. استاذ مرتضى منصور كان بحكم شغلته بقى انه راجل قانون، كان عارف مين على المدى الطويل هيقدر يحاربه في نادي الزمالك على رئاسة نادي الزمالك، على رئاسة عزبة نادي الزمالك، كان عارف مين اللي هيقدر يقف قدامه وليه شعبية وليه جمهور وليه بتاع. شطبهم، شال جذورهم من النادي، يعني الناس حتى ملهاش حق التصويت في النادي. كابتن حلمي طولان، وقلت في الحلقة بتاعت امبارح برضو، بقول لك رحت قدمت الورق ودفعت الرسوم واترفضت. مش عايزين نحكي كتير يا جماعة في الكلام ده، بس احنا بننوه عن حاجات عشان الناس بس تاخد بالها، وجماهير الزمالك لما يبقى في قدوة زي الكابتن حسن شحاتة ده في نادي الزمالك، ده هيبقى حاجة كبيرة وهيعدل من النادي وهيصلح من النادي. لكن الناس اللي هي شغالة متمسكة بالكرسي عشان المصلحة دي، ما وديكوا شايفين منتخب هزاز الرؤوس في نادي الزمالك راح فين؟ في الزبالة، في مزبلة التاريخ. فين الناس اللي كانت عمالة ليل نهار تعمل كده؟ احنا عارفين ان اجلا عاجلا الناس دي هتمشي، هتبقى بره. ليه بقى؟ عشان الناس دي ما كانتش بتشتغل لصالح نادي الزمالك، الناس دي كانت بتشتغل لصالح شخص، مطبلاتية لصالح شخص، رقاصين لصالح شخص. ان الشخص ده حصل له اي ظرف زي اللي هو فيه، هم بره اتكنسوا بمقش. بس ضروا كتير جمهور الزمالك لانهم عملوا فتنة في الشارع الرياضي. صدقوني ايا كان المجلس اللي هيجي غير مجلس مرتضى منصور، هتلاقي الشارع الرياضي هو هادي ومفهوش فتنة. عملوا فتنة بين الاهلي والمصري، عملوا فتنة بين الاهلي والاسماعيلي، هم اصلا فتنة في الرياضة مش الزمالك اللي قايمين على اعمال في نادي الزمالك. فتنة، عاملين قناة لبث الفتنة في الشارع الرياضي، ومفيش واحد قاعد على الكرسي الاعلام بتاعهم وكان حقاني ومحايد ومنصف ابدا، كله كان مضلل ومزور، واخرهم ابليس الاعلام اللي عامل فيديو طالع يقول لك ايه، انا كنت ممكن اقول اللي الناس عايزانا اقوله، ممكن اقول اللي الناس عايزانا اقوله. هو في واحد واخد 400 مليون زي واحد بياخد مليار و600 مليون؟ طب ما انت بتاخد 400 مليون والترجي ما بياخدش 50 مليون وعامل وشك ممسح عمال ياخدك رايح جاي، والاهلي اللي بياخد لك حقك. العملية ما بتتقاس بالكلام ده يا بهلول، وكفاية كده عشان انت ايه ما تستاهلش كلمتين اكتر من دول، مش عايزين نديك اكتر من حجمك، حجمك صغنن. نروح بقى للاستاذ او الكابتن محمد عبد الله اللي هو وسمة عار في تاريخ النادي الاهلي، ان واحد زي ده لعب في النادي الاهلي، اللي هو شغال في قطاع الناشئين في نادي الزمالك. محمد عبد الله قاعد مع معتز اينو يقول له ما تنساش ان الاهلي اللي عملك، الزمالك اللي عملك. طب وانت ما تنساش ان الاهلي اللي عملك، عرف الناس مين محمد عبد الله. بس احنا عارفين انت بتعمل كده ليه، انت شغال في نادي الزمالك، والناس دي اللي بيشتغل عندها مش المهم ينتج ايه، مش المهم يطلع ايه، مش المهم يقدم ايه، المهم يظهر عداءه للنادي الاهلي. طول ما انت بتظهر عداءك للنادي الاهلي جهرا قدام الناس كده، فانت عند الناس دي من الاوائل، ومرتبك يزيد وتبقى مية مية كمان. هي عند الناس دي تظهر عداءك للنادي الاهلي تبقى كده، زيك زي رضا عبعال، زي ده زي ده، زي الناس كلها الهجاصين دي. فهو ده يا جماعة عندهم، هم الزمالك عندهم كده، تظهر عدائك للنادي الاهلي تبقى انت نمبر ون. انا عايز افهم معتز اينو بيقول له الزمالك اللي عمل تاريخك، طب ما تقول لنا ايه التاريخ اللي عمله للزمالك معتز اينو،
ولا اللي الزمالك عمله له. معتز زينو لعب مش عارف 7 سنين ولا 8 سنين في الزمالك، ما خدش الا بطولة الدوري، لعب مع الاهلي 4 سنين، ها واخد 14 بطولة. انه تاريخ اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ انتوا ما تتكلموش عن التاريخ، لان انتوا مزيفين وبتزيفوا الحقائق. معتز اينو لعب مع الاهلي 4 سنين، خد 14 بطولة، ولا مش عارف 5 سنين، عشان بس ايه ما نبقاش بنقول حاجة غلط. الفترة اللي لعبها مع الاهلي خد فيها 14 بطولة. كل اللي خده مع الزمالك في 10 سنين ولا في 8 سنين بطولة دوري حزين. ادي يا جماعة اللي بيحصل، والفتنة اللي بتعملها قناة الزمالك والناس القائمين على العمل في نادي الزمالك. ما هو ده لو واحد بيقول الحق مش هيطلع يقول كده. اللي بيقول لك انت الزمالك اللي عملك والزمالك اللي خلى الناس عرفتك، اه ما هو خلى الناس عرفته، مفيش مشاكل، ما انت الاهلي اللي خلى الناس عرفتك. برضو مش هنتكلم عليه اكتر من لازم ولا نديله اكتر من حقه، لان ده ما يستاهلش اكتر من كده. وفضلا وليس امرا تدعمونا بلايك عشان الفيديو الناس تشوفه. يا جماعة عايزين لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. واحنا عملنا قناة على الواتساب، هنسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اللي حابب يتابعنا من على الواتساب يعمل لنا متابعة. سلام عليكم.